المطبخ التونسي ماما ألفة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شنو مع بعضنا؟ بقلاوة سريعة على الاخر بنكهة تونسية وبنينة وناجحة على الاخر على الاخر، نودكم بها وما نشهيكم وما تاخذش برشا وقت، وخاصة تعرفوا تختاروا البات فيلو نتاعكم بطريقة صحية، راهو مش البقلاوة اللي مستنسين بها. ندهن طاوة الطبق بالزبدة، ذوا 250 غرام زبدة، حتى اللي حليبها هبط اللوطة وزيتها طلع الفوق. ها هي البات فيلو، بسألوني على الباكوها وكل لقيتها عند جزار عربي. هاي البات فيلو، أول مرة ناخذ بات فيلو نحسها جديدة. هذوما زوز طبقات، خل نحط بالطبقتين، بركة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فيها 12 طبقة، فيها 12 طبقة، نحط ستة من اللوطة وستة من فوق. يلا نحط طبقتين وندهن بالزبدة، مش بالطبقة، بالطبقة. وندهنها بالزبدة، بسم الله. نزيد طبقتين اخرين. اما اللي قلتها شنو نعملو حلويات تونسية، قالت لي بقلاوة. الطبقتين الاخرانيين ما نحطوش فيهم زبدة، خاطر باش نحطو الفاكهة. كما قلت لكم باش نعملو طريقة صحية، دونك باش نحط لوز صافي، لا سكر لا فرينة لا شيء. بسم الله. هذا اللوز عندي هنا 400 غرام لوز، طبعا ندخل في الأجناب. وننزل عليها مليح مليح. شد لي الفورمة، شدك القالب هذاك، نحاول نستوي كل مرة هكا ونحط في البلايص الناقص. بما أنها ما فيها حتى نكهة، جاء على بالي باش نعملها رشة عطرشية صغيرة هكا هكا. هو فيشة صغيرة، نمسح يدي باش ما نبلش الأوراق، ونهز ورقتين كالعادة، نسكرو بيهم ونحطو الزبدة. أنا من عشاق العطرشية، نموت على خدمتها، تقطيرها وفي الحط ونحطها في الحلويات هك. انتوما اللي باش تعملوا بالبات فيلو هكايا، تعملوا السكر المحور في وسط اللوز. انا باش بريش نحط بوفريوا كونكاسي معاه، نسيت تو تفكرت، مش مشكل. الطبقة الأخرانية هي هذه، وباش نقص الزيت. هاك، وطوا نجيب لها السكينة ونقصها. بسم الله، باش ما نشوفش نقيسها بالعين هكاك.
او كنحاول ما نوصلش للاخر ما نجرحش الطبق نتاعي. باهي طبعا نقص الجناب. نحس في روحي جرحتها شوي، الله اعلم. باش تتقلع لنا فاسيلمون بعد. هذايا جاي رهيف صغير، مش مشكل، كل شيء يتاكل. وطبعا نجيب العكس، كنشد الورقات بيديا باش ما يطيروش. ها ها هكا قصينا طوا البقلاوه نتاعنا. باش نجي لك الزبده ونصب عليها هكا الزبده وندهن الاوراق هذو اللي بالجنب. الفور نتاعي من قبيله يسخن على 200 درجه ولا 180 درجه، انا فوري مش قوي دونك 200 درجه، فورك قوي 180 درجه، قوي برشا اقل. ونحطها في الفور حتى الاحراق نتاعها نراهم حمار وهكا شويه. كي راه الاحراق من داخل هكا من جنب حمار وتبدا نقلع هكا ونشوف صاي راهي طاب. تقريبا باش تاخذ لنا 35 دقيقه. بسم الله. اه طابت ما شاء الله. هكا هو الاوراق هكم فويتي. طبعا نجيب العسل ونحط عليها العسل بما انه قلنا صحيه طول العسل هكاك نحطه. وباش نحطها في الفور تقريبا 10 دقائق وانا مشعله عليها تشرب العسل باش يعقدك العسل هذاك. حطيت ربا اكثر اقل من شطر دبوزه، الدبوزه فيها 500 غرام عليها 200 غرام تقريبا حطيت هايكا. الاحراف ما يهمنيش فيهم هذوك، ما غير نصب عليهم هذوما عسل. نرجع للفور ونخليها تشعل 10 دقائق. وصي البقلوة متاعي حضرت عدت العشرة دقائق وبعد خرجتها لبرا خليتها تقريب أكثر من ساعة بردت للي بردت بالقداء باش نجم نقصها لبيتها ليلة لا شيء ما تخش برشا وقت وما هيش معبية برشا أوراق. حاولت نهبطها ما حبيتش تهبط بالرغم نحس فيها فارغة معناها مش لازقة من اللوطة. خليت فرقيتة وبديت هكا نحاول نقلع بشوية ياخي لقيتها تمشي معايا، وليت قلت نقسمها على اثنين بطريقة سهلة ونجبد كل شطر واحد وطيتنا حالي فاسيلمون خير. ابارامون كل الجناب هذوكم هما اللي مكونسين في لي كوان تاع الطبق. ها هاك جبدت فاسيلمون كي قصيتها، شوفوا من داخل كيفاش جات كيبسه روحها ما شاء الله ما شاء الله. جربتها قبل بالعسل اما ما رجعتش حطيتها في الكوشه، حسيته ما شدليش روحو مليح. المره هذيك حطيتها في الكوشه بعد ما حطيت العسل جات روعه روعه. الفور نتاعي راني نشعل فيه من فوق ومن لوطا بلاش مروحه، ما نخدمش المروحه باش ما يطيروليش الاوراق الفوقانيين. ومن بعد نقصها هكاكه او كبسكينه صغيره من الاول خاطر الجناب هكا حساسين شويه. ومن بعد هي عادي باش تطيب فتفات هذاك تاع خاطر باتفيلو ياسر رهيفه. ومن بعد بسكينه كبيره نقص لي بلوك هذوك نبدا نقص بالكعبه بالكعبه. اما راهي بنينه بينا وباذن الله ماهيش اخر مره باش نعملها. تاع واحد يشتي حاجه ماهيش حلوه تقتل وفي نفس الوقت مشدوده شاده روحها وبنينه وفيها على الاخر على الاخر. هايكا من فوق ومن لوطه كيفاش جات في حقها. هاي بسم الله بين واحد صحه وبالشفاء ما شاء الله تبارك الله يعطيك الصحه. ريتو كتروف الفوقانيين هذوك اللي جاو هكا فيهم شويه كحوليه راهو زرفت لي شويه زبده نتاع الحليب. دونك ردوا بالكم معناها حليب نتاع الزبده مش الزبده نتاع الحليب. ردوا بالكم في الحكايه هذه هكا. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله. وبسلامه.